مع الاستاذ الكبير، الاستاذ المنتج الكبير، الاستاذ جمال العدل. مشرفنا ومنورنا استاذ جمال. اهلا وسهلا. الو استاذ جمال، انا كبير صوت بعيد شويه بس انا سامعك. سامعني كده؟ اه سامعك يا حبيبي. مشرفنا ومنورنا يا زملكاوي يا كبير. ربنا يبارك في عمرك، وانا مبسوط من طريقه كلامك. ربنا يخليك. من العرض اللي انت عرضه، لان انا بستعجب جدا على بعض الصفحات وبعض النقاط. انا مستعجبهم جدا، ان يعني لعيب يبقى عندي نادي واشتمهم واعملهم ويضموه، واحنا اما لعيب عندنا مجرد ان احنا بنقومه والراجل امتثل وخد غرامات وتوقف وابدى كل حسن النيه وتنازل عن كل الفلوس، لك من قاعدين يقولوا وخد مقدم مش عارف قد ايه ومين دفع، مش عارف دفع له حاجه، نادي الزمالك بشروط نادي الزمالك، الراجل امتثل. وده شاب سنه 25 سنه، المفروض مثلا نخلص عليه مثلا. لا طبعا ما ينفعش، بس في ناس هدفها استاذ جمال ان هي تخلص على اي لاعب في الزمالك. هم حرين وهم بيتغذوا على ده. ده ابننا وده احسن باك ليفت في افريقيا كلها، صحيح، مش في مصر بس. ده والراجل زي ولادنا، ولما يكون غلط وقومناه، واحنا يعني ما عندكش فكره بذلنا جهد قد ايه مع حسين لبيب ومجلس الاداره ان هم يوافقوا على اعتذار الفتوح ده. مهم جدا انا وعمرو الجنايني. اه جدا جدا جدا. وبعدين اغرب حاجه الناس كلها تيجي يقول لك مثلا ما احنا ما اتفقناش مع لعيب، ما طول عمري محب النادي الاهلي او محب نادي الزمالك، هم بيبقى لهم دور بس في الاخر القرار بتاع مجلس الاداره. صحيح. الاستاذ سمير صلاح على فكره اشار وذكر اسم حضرتك ان كان ليك دور مهم جدا، الاستاذ عمرو الجنايني طبعا، وذكر اسامي كتير. الدور الاهم لمجلس الاداره، احنا كلنا ورا مجلس الاداره، واحنا مش عايزين حاجه غير رفعه نادي الزمالك ويبقى في المكان اللي يستحقاه. سيبك انا ولا عمرو الجنايني ولا غيره، انا كلنا ورا مجلس اداره نادي الزمالك عشان بنعيد بناء الفريق من اول وجديد. فمستحيل يبقى عندنا لعيب في حجم فتوح والراجل خلاص قوم وابتدى بقى مؤدب وقال لك انا اسف وتنازل عن كل طلبات. ايه المفروض نعمله؟ المفروض نحييه. الراجل ده على فكره لو كان استنى يومين ثلاثه كان ماضي لاي نادي يعجبه بالفلوس اللي هو يعجبها. صحيح. فاحنا نقيم فتوح ونشكره هو كمان انه امتثل لكل العقوبات ماديه وادبيه، وراجل جه في الاخر طوعيت انا قدامه يوم 1 يناير يمضي لاي نادي. بس كده برضه؟ أكيد. طب الراجل يبقى حاسس انه شاري نادي الزمالك ازاي وشاري جماهير نادي الزمالك ازاي، ونزل اعتذار واعتذر للعيبه زمايله واعتذر للجمهور واعتذر لمجلس الاداره وامتثل. ماذا بعد؟ المفروض نعمل ايه تاني؟ المفروض طيب فتوح يعمل ايه تاني يعني؟ في ذروه الاحداث بقى بتاعت فتوح، كان فتوح ماده خصبه لان الناس كلها تتكلم عنه. شفت ازاي بعض الكلام والحديث عن انه راح النادي الاهلي مثلا، ده مضى في كذا، ده خد مقدم من كذا، كلام غريب جدا. شفت ده ازاي؟ بشوف ان ده شبه الميديا والاعلام العادي. لو عايز يقلب الحقيقه كذب، والكذب حقيقه بتتقلب. يعني نفس الموقف بتاع امام عاشور اللي كان عندنا وراح الاهلي واحنا عنده تسجيلات مشتوم فيها مش عارف ايه، قال لك هنقومه. طب احنا اللعيب بتاعنا اللي خرج دون اذن ووقفناه وراجل امتثل وعمل كل حاجه، خلاص المفروض لاي حد عاقل في الدنيا يقول خلاص يا جماعه طالما الراجل بقى كويس ومؤدب وامتثل خلاص كفايه جدا. صحيح. خد بالك ده شاب صغير سنه 25 سنه برضه. لا لسه قدام فتوح، قدامه مشوار كبير لسه. لا انا قصدي شاب صغير يعني لسه في رعان الشباب، ممكن يبقى قهوج شويه، تصرف غلط، مش عارف ايه وهكذا، انما طالما قوم خلاص مفيش موضوع تاني بقى. والراجل زي ما قلنا عمل، وزي ما عمرو الجنايني عمل، وزي ما اتحايلنا على حسين لبيب ان اللي انت عايزه ايه، قال 1 2 3 4 5، الراجل عمل كل اللي طلبه مجلس الاداره. تمام. طيب في حاجه اخرى المفروض يعملها اكتر من كده؟ لا طبعا. وبرضه هو لو اعلاء مصلحه نادي الزمالك فوق كل شيء. لا وهو شاري النادي وشاري جماهيره وشاري الاداره تاني، بدليل انه لو استنى يومين اتنين يوم 1/1 كان ممكن يمضي لاي نادي بره مصر او جوه مصر. صحيح.
وكان هيروح المنتخب برضه على فكره، وفيتوريا واخده كل حاجه. ده حقيقي. بس الناس ما تفكرش ان احنا يعني ضاغطين بكده. لا خالص. هو الولد في القائمه المبدئيه هو موجود. هو بيحب نادي الزمالك، هو من كبات نادي الزمالك. هو متربي في نادي الزمالك. يكون يحصل خلاف وضغوط عليه ثم الناس تحاول تصف الماء لا يكره فنعيده لصوابه، والراجل اللي عدى راجل محترم ولعيب محترم واحنا نقدره ونبجله لانه اشترانا فضلوا نشتري.